بس يا دكتور بحسها ان هي ده طبع فينا، يعني ده طبع كده ايه اللي هو لازم الواحد يحط الحبكه بتاعته والتاتش بتاعه اللي هو في كل شيء، حتى مش بس في موضوع الامومه. يعني مثلا لو واحد رايح يشتغل في وظيفه معينه يقول لك خلي بالك يا لا الوظيفه دي ده انا عانيت منها مثلا. صحيح. لو انت مسافر بلد معينه يقول لك لا 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 ده هناك انت هتروح تشقى على الفاضي مثلا او هتتعب جدا على الفاضي. لو انت مثلا هتتجوز يقول لك الجواز ده يا ابني خليك زي ما انت كده الدنيا حلوه وجميله خليك كده خليك كده اوعي مش عارف ايه. وتلاقي في الاخر خالص الجواز لما حد يتجوز يقول لك ما كانش زي الكلام ده. نفس الكلام في الخلفه يقول لك اوعي تعي النوم اوعي مش عارف ايه والكلام ده كله. دايما عندنا فيه للاسف يعني كل حاجه لازم نحط لها مشكله وعقده. هل ده ايه ده سلوك بالنسبه لنا؟ يعني بنحب ايه؟ يعني بنحب نصعب الحاجه على البني ادمين ولا دي حاجه بالفطره احنا اكتسبناها؟ والله بطريقه حياتنا وبالنمط اللي احنا عايشين بيه بفكره الضحيه اللي احنا بنعيشها طول الوقت او بنحاول نعيشها طول الوقت، ان انا مظلوم في الدنيا ومقهور وتعبان. فكره ان احنا بنخاف الاخرين يبصوا علينا يقولوا ان احنا مرتاحين. اخاف اقول ان انا بحب اتحسد، اخاف اقول ان انا مثلا بحب ولادي او ان انا فرحان بوجودهم او ان ولادي دول حاجه غاليه علشان اللي ما عندوش ولاد فهيبص لي. هو ده مش حقيقي، هو مش بقى يعني طبيعي جدا اننا يكون عندنا نواقص في الحياه لان دي طبيعه الحياه. تمام. عندنا حاجات موجوده وحاجات هتفضل مش موجوده. صح. فاحنا الفكره ان احنا نعرف نقبل ما هو موجود ونستمتع بيه، ولما انقل خبراتي تكون بنقل خبره حقيقيه منطقيه، مش بنقل صوره وهميه، مش بنقل الصوره المظلمه فقط، مش بقول لك الجزء السلبي او بقول لك معاناتي. بقول لك تجربتي الحقيقيه. انا عايز اقول لك ان انا قبل ما اكون اب يعني عمر ما حد قال لي مشاعر ابوه شكلها كده، عمر ما حد قال لي المشاعر دي، وانا يعني طول الوقت بسمع لمشاعر الناس لان دي شغلتي. هو ما حدش بيتكلم عن المشاعر الايجابيه في القصه. صح. الناس دايما بتتكلم عن الجزء السلبي من الموضوع. ان انا بس ما هو مظلم. صح. وده اسوا حاجه في الموضوع.